انتي شو اللي موقفك عندك؟ سلطانة، حبيت شوف إذا كان لازمك شي. ايه لازمني شي، بس ما بعرف إذا فيكي تساوي. طبعاً بساوي، انتي بس أمريني وأنا مستعدة لأي شي. بدي تروحي وتقتلي الأميرة إيزابيل. بس يا مولاتي، شلون بدي اقتلها؟ بجوزي مسكوني. عأساس رح تساوي أي شي؟ شو خفتي؟ جباني. وقت لاقي الوقت المناسب أنا رح موتك. أنا بوعدك. خير إن شاء الله، ليش جاية؟ احكي. حبيت أتطمن عليكي، مو عاجبني وضعك بنوب، صار لك فترة متوترة على طول. ومين قالك أصلاً إني متوترة؟ مو جاية على بالي عصب. شوفي يا هيام، بصراحة أنا جاية مشان سبب تاني. شو الموضوع؟ إلك عندي مفاجأة. الأميرة إيزابيل هون بالقصر هلأ أجيت، وهي عند السلطانة الأم، وحتصير عشيقته للسلطان ومرته، وحتجيب له ولاد. مين؟ الأميرة إيزابيل. حاجتك بقى، هاد كله كذب. طالما أنت مو مصدقة اللي عم قوله، تعالي وشوفي بعيونك. سلطانة؟ شو؟ وقام عمل يلي طلبته منه؟ وقام كان مشغول سلطانة، بعتني بداله. لا تاكلي هم، أنا تصرفت، بس أنا مو متأكدة إذا رح تموت. إن شاء الله بتزبط ومنخلص منه. سلطانة؟ هيام، لشو حابسة حالك بجناحك؟ هون أريح لي، كتير عم انزعج من يلي عم شوفه برا. كل هالشي لأنه إيزابيل إجت على القصر؟ أنا صرت أعرفك كتير منيح هيام، وبعرف كمان شو ناوية تساوي. لازم تهدي شوي، وإلا بالأخير أنتي رح تخسري. أنا حكيت مع إبراهيم بالموضوع، قال لي هي هون لشأن من شؤون الدولة، يعني بالآخر رح تروح. شأن دولة؟
وشو دخل الدولة بالحرم لك؟ أو حتى العيلة؟ هي كانت معه بالخلوة. شلون بدك ياني استوعب يا سلطانة إنه هذا شأن من شؤون الدولة؟ حتى لو كان هيك، مولاي هو أخذ القرار بنفسه، وإنتي مجبورة تحترمي قرار السلطان لو شو ما صار، وإلا ما بتعرفي شو حيكون مصيرك. هيام، ما شفتي شو صار مع ناهي الدوران؟ أنا كتير بتشكرك على اهتمامك، بس لا تخافي علي، أنا بعرف منيح كيف رح أتصرف. إن شاء الله إن شاء الله يكون هيك. كل عقلة جاية تنصحني؟ أصلاً هي طول عمرها لعبة بإيديهم، مغفلة. سوفيا عم تساعدتني يا ماما، حلو ما هيك؟ حلو كتير. سلطانة، البشارة. أسماء، دخلي مريم لجوا. شو ماتت؟ لسه، بس وضعي يا سلطانة ما بيطمن، شكلها أكلة وقعة كتير قوية، فوتوه على القصر محمولة. إن شاء الله ما بتقوم. خبروني إنك وقعتي يا إيزابيل. يا حرام، موجوعة؟ سلامتك. طلعي من هون كارمينيا. هاد ولا شي، بكرة رح تشوفي العذاب عأصوله، صدقيني. والله لا تشتهي الموت يا أميرة. سلطانة، قالوا لي إنه وقعت، قلت بزورة، اهتموا فيها للطيبة بسرعة. يا أميرة، مولاتي السلطانة زعلت كتير وبتقلك سلامتك، وخلي هي معك على طول لأنها بتحميك من عيون الناس والحساد.
سلطانة، كنت عم دور عليكي. ليش شو صار؟ الأميرة وقعت اليوم. قالولي يا حرام، مو قدرانة تقوم. إبراهيم باشا شاكك إنه أنت ورا هالشغلة هي، ما ترك حدا ما حقق معه حتى معي، بس أنا قلت له مو أنت. مو مهم يصدق، أصلاً ما عنده دليل ضدي. الوقعة على حصان ما بتموت. إذا لساتك مصرة تقتليها، شوف لك طريقة تانية. معناته قررتي تساعديني. إيه تعي معي. نيلوفر، قومي وخدي الأولاد لجوا. شو هي الطريقة التانية؟ أنا شلون فيني أتخلص منها؟ إنه نموتها وبالسر. بعرف بالسم، بس بهالوقت مو صح. بعد ما جابوها على الحرم لك رح يتهموني لإلي. سلطانة، مو بالسم، بشي تاني. رح تموت من الوباء اللي منتشر. من الوباء؟ كيف؟ منجيب قطعة قماش عليها دم مريض من اللي عايشين بالحجر الصحي، وبعدين منروح منحطها على جرح الأميرة، وبعد أقل من أسبوع أكيد رح تموت. كتير منيح. ولا قلك بجوز إيزابيل تعدي السلطان سليمان بالمرض. تعرفي هي عم تروح لعنده. طمني سلطانة، رح نجيب الحكيمة تفحصها، وبعد ما تقلن هي شو مرضها أكيد رح يحطوها بالحجر الصحي. شو حبيتها لهالفكرة؟ هيك ما حدا بيشك فيني أبدا. ناس كتير عم تموت بهالمرض، ويمكن تكون منهم. حلو كتير. برافو يا فريال. دستور مولاي جلالة السلطان سليمان المعظم. مولاي طمنيني، كيفهم الأولاد؟ مناح. وضعك مو عاجبني يا هيام، وهالحالة ما بتليق بالمرة بالسلطانة هيام. مانك ملاحظة انك عم تكبري موضوع إيزابيل؟ ليش رحتي لعندها؟ بعدين معقول تمنعي الولاد انهم يحكوا معها؟ يعني خلص انت اعلنتي عليها الحرب. ما بدي تقرب هي المرة من اولادي ولا حتى تحكي معهم، لأنه هي المرة من اليوم صارت عدوتي. معناتها لازم ناهد دوران كمان تعاملك بهي الطريقة. ما بيصير هيك، لا تجني، حتكون آخر مرة بنبهك فيها. سلطانة، وصلت الأولاد على الدرس. منيح. بدي تروحي تجيبي الخرقة الملوتة بالدم. رح روح فورا.
بس انتبهي كتير منيح وقوعك تلمسي شي بإيدك، مفهوم؟ وحاولي تمسكيها بأي شي، مو رايدة تنعدي. انتي كوني مطمنة. يلا روحي جيبيها. أنا كنت دبرت يا سلطانة، يا ريتك لو ما بعتي نيلوفر. لا تشغلي بالك، نيلوفر تعرف شغلها. عم قول هيك لأن قريبة من الولاد ولا سمح الله ممكن ينعدوا. أخذنا احتياطاتنا، كله مرتب. ايه شو عملتي؟ اطمني يا سلطانة، دبرت الموضوع. ليش ما بدلتي ثيابك؟ أنا تحممت وغيرتهم كلهم. منيح. طيب وين خبيتيهم؟ خبيتهم بالمغاسل. تمام. وهلأ خلص تركي الباقي علي. أنا الليلة رح كون سهرانة عند السلطانة الأم، مشان ما يشكوا فيني رح أروح أسهر عندها اليوم. سنبول على طول عم بيراقبنا وقام بيدبره. يلا لشوف، روحوا ونفذولي الخطة. مولاتي السلطانة، شو صار؟ زبطت معكم؟ خلصتوا شغلكم؟ شو بدي أقول لأقولي يا سلطانة؟ اختلف الوضع بالمرة، الشخص يلي وثقنا فيه لعب فينا. انت شو قصدك؟ أنا ما كتير اطمنت لما أصرت فريال تساوي كل شي لحالة. قمت راقبتها من بعيد لبعيد وشفتها وهي عم تحرق هديك الخرقة، واستغربت كتير بعدها شفتها بعيوني عم تحط شي بالصحون كأنها عم تحط سم. يعني بدها تورطني؟ سلطانة، شو هاد اللي عملتي؟ مين اللي قلك تحطي السم بالأكل؟ ما هيك كان اتفاقنا؟ سلطانة، خفت إنه ما تنصاب بالوباء، عملت هيك بس مشان تخلصي منه بسرعة. بدك تضحكي علي بهالحكي؟ انت يا فريال من الاول ما نك صادقه معي. ابراهيم هيك قال لك تساوي؟ سلطانه، انا ما حدا قال لي ساوي شيء. صدقيني سويت هيك مشان مصلحتك. كذابه. اذا كشفنا رح تتحاسبي قبلي. وهلا شوفي شو بدك تساوي. انت المسؤوله. لا تخلي اي اثر قد ما كان صغير. وإذا اتهموني رح أنكر. وقام شاهد رح يقلن أنت اللي سممتيهم. سلطانة، وقام كان عم بدور عليكي.
قال في شي مو صح. فريال لعبت لعبة وسخة، سممت الأميرة وخدامتها، بدها تورطني. روحي لهونيك وشوفي شو لازم تساوي بسرعة قبل ما يفيق أي حدا. والله إذا حدا عرف إنه الأميرة صار فيها هيك، أنا رح كون المتهمة الوحيدة بهالقصة. فريال طمنيني، شو صار معكم؟ شو ساويتوا فيها؟ سلطانة، أنا ووئام ما قدرنا ناخدها بهالليل غير على المغسل. شلون بتاخدوها لهونيك؟ هونيك رح يلاقوهم بسهولة. طالعوهم من الحرم لك ورموهم بالبحر، حطوهم بكياس ورموهم للسمك. ما فينا نساوي هيك يا سلطانة، والله الحراس بيكمشونا وبيقتلونا قبل ما نوصل على باب القصر. هالشغلة كتير خطيرة، بعدين ما بتعرفي وقتها شو ممكن يساووا فينا. ايه شو رح نعمل؟ سلطانة مضطرين نستنى شوي. في شغلة مهمة صارت معنا ولازم تعرفي فيها. لا تقولي لي انه حدا شافكم. الأميرة مو ميتة.